مصطفى قول لي، انت ما اتكرمتش قبل كده في حتة؟ يعني انت نجم رائع يا ويعني حبيبي الناس ربنا كلها يخليك، بتحبك. حبيبي ربنا يخليك. انا ما انا مش نجم ولا حاجه، انا ممثل كويس بس. ده تواضع. لا والله لا العظيم، ده تواضع لا جدا، والله ده وحسب والله ربنا، تواضع، تواضع. انا ممثل كويس. يعني اتكرمنا من خلال المسلسلات. كشخص، لا تكريم كشخص شخصي. انا لا طب ليه ما الكلام ده ما زعلكش او ما لا ضايقكش خالص خالص. بجد؟ لا بتقول والله، هل بتقول ده مش من حقي؟ لا هل لا لا بتقول لا الناس ظالميني يا خسارة؟ لا يعني لا ايه اللي خالص، بي لما بتشوف ناس كتير بتتكرم ما بتقولش الكلام ده على نفسك؟ لا 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 ما خالص خالص بتفكرش؟ خالص خالص. انا على فكرة من الناس المتوائمين جدا جدا مع نفسهم، عمري ما حسيت الاحساس ده. الرضا جدا اهم جدا حاجة، الرضا. انا راضي وساتسفايد جدا، ويعني وقانع والحمد لله. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.